الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء كنشكر المسؤولين على هذا المهرجان اللي حقيقة مهرجان شيق واللي تبارك الله هذه هز مدينة جميلة ألا وهي مدينة الناطور. فبصراحة جميع الفنانين بصفة عامة كيشتاقوا دائما يخدموا في مدينة الناطور. علاش؟ لأن مدينة الناطور مدينة جميلة ومدينة المبدعين. كنعرف أنا بعض الإخوان اللي حقيقة دابا مواهب مزيانة وممتازة أصلهم من الناطور. فأنا كنشكر جمهور الناطور وكنشكر المسؤولين على هذا المهرجان، وكنتمنى من الله أن هذا المهرجان تبقى متصل كل عام ماشي غير عام ولا عامين وتحبس.